تبارك الله عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنىكم اخوتي تكونوا على خير وبخير. ما عرفنا كي كنبانوا لكم في هذا الظلام اللي قطع. كان الظلام الاول اخوتي، بغينا نشاركوا معكم هذا الظلام. شعلوا السي حميد، غنسخنوا عليه انا ولالا مريم من تلوسي، راه جات عندي هذه العشيه. وش نقول لكم، راه عمرها جات لعندي من نهار فرقت، راه عمرها جات لعندي. كتجي غايض الضو كيجي طيب، وهي مسكينه جات عند عمتها، عند عمتها وجات لعندي. الله يجيها الخير ويخليها ربي لوالديها ويخليها لمينتها وبيها. وتبارك الله عليكم يا احلى ناس ويا اغلى ناس. والصراحه ما غنهضروا، ما غنتكلموا، ما غنطيبوا، ما والو، ما نكذبش عليكم اخوتي. الطياب طلع لي في راسي، ربي يسمح لي، طلع لنا الطياب في راسنا والكانون وخبزي وضربي تمره. هاد العشيه قررت ليها هاد المجايمر هذا. تبري عيني مريم، عينيك زورك من الداخل. شكون بحالك عيني ولا زورك؟ تي بنتك تعرف عندكم واحد الشعب عينيكم. تبارك الله عليكم، نخلي لالا مريم تعطيكم التحيه. وتحياتي اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم جيت عند مرت عمي ورحبت بي، الله يتعافى ويخليها لينا ويخلي لي تاع عمي بابك حميد، وربي يخليك اختي مريم. وشكرا، شكرا لاباس خويا، مرحبا بك، نهار كبير هذا. ربي يخليك عمي، هذا نهار كبير. دابا نوريك ام سخوطه. والله الا اخوتي لا هاد زعما هاد حميد عطيه ربي واحد ولاد خوته كيصحابو، لا البنات ولا الولاد، اللي هذا غا كيضحكوا ويفوتوا مع بعضياتهم. غا كيضحك حميد مريم كتكون تحت الدار سخوطه. اخوتي هي هذه حياتنا، كلهم ماشي غير مريم، كلهم. هذا هو الجو دابا، حنا رحنا عندنا البرد اخوتي، ضروري كل عشيه بنادم يلقط عويدات ويدير مجايمر سخون بهم هو وليداتو. هانتم اخوتي، هاتي جيت من الخدمه، هانتم قالت لك خصنا شي مجيمر د العافيه، هانتم درت لها مجيمر ضروري. ها فاطمه زهراء، ها فاطمه زهراء، فاطمه زهراء تسخن، ياك فاطمه زهراء. والله يخلي لكم الحباب وليداتكم، ويخلي لكم معز عليكم. ولالا مريم الله يخليها لينا. عمرني نموت، عمرني نموت، جات عندي مريم هاد العشيه، الله يخليها ربي الوالدين. مريم تقصر معنا هاد الليل ياك مريم؟ اويلي والله ما بغات. لا تقصر معنا، جات البارح. لا والو ما نطلقش، شوف سمعيني سمعيني، الا ما قصرتيش معنا هاد الهضره ديالها حيدها من الفيديو. والله اخوتي المشاهدين، الا البارح جات وعييت نشد فيها وما بغاتش تجلس، قالت لك غنمشي الساعة ما مشاتش، كتاب لها باتت مع عمتها. عاود هاد العشية قالت لك والو خويا دابا واش غيديني، ما نجلسش إلا ما حيتش أنا. تبارك الله عليكم الحباب. السخوطة. وكنتمناكم اخوتي تزوروا القناة ديال يطو وطيب المرضى. دخلوا عند يطو، دخلوا عند يطو، اختي مسكينة عند يطو الشريفة. يطو عند سي طيب، راه أحسن مرا، أحسن مرا، ماشي بالكذوب، لا من الطيبة ولا من الأخلاق ولا من الكلام الموزون ولا من النظافة ولا من عزيزة عليا بزاف أنا والله القاسم. وخويا راه طيابها تيشهشيني أنا، وخويا طيب عاود تنكسر، عزيزة عليا بزاف. ملي كتكون دايرة شي وصفة قسما بالله إلا كنجلس نكدد يدياتي تنقول خصني ناكل أنا ديك الوصفة معاهم. إن شاء الله وندير دابا نمشيو، إن شاء الله دابا نمشيو عندكم إن شاء الله. تبارك الله ما نحتاجش نشكرها قدامكم. لالا مريم راه واحد الشغل عندها لا يعلى عليه. دابا مش عندكم مريم ان شاء الله، ضرب عندكم واحد 3 شهور الباقي. تجلس عام واحد اللي قالت واحد المراه حميد، قال لك في البرد بنادم ما يضايفش. علاش؟ تيكون خص الغطا بزاف، خص الغطا. اسيدي غير خان، اسيدي انا اسيدي انا بغيت غير حوايجي. والله اخوتي لهاد الهضره اللي كنقولها لكم من القلب، الا اخوتي جاو عندي واحد 3 ايام الله يجيهم الخير، جاو واش غنقول لكم؟ غنقول لهم جيبوا، غنقول لهم جيبوا ملايه ملايه لواحد باش تغطى وما قدرتش تخرج لي. حتى جاو لهنا عاد غير يجي جواد الله الجيران هما اللي عطاوني الغطا، هنا عندنا عادي. حدا بالك كان عندك شي فرح، حنا هنا شي كيطلب شي ماشي مشكل. حدا بالك كان عندك شي فرح ولا شي حاجه كتجي من عند جارك هكا يا ملايات تغطي بهم الضياف. وانا عندي واحد الربعه د الملايات اخوتي ما نكذبش عليكم، ولكن ما قدوش البرد دابا. ايوا راكم عارفين، عار الجار على جارو، ومرحبا باي واحد. دابا تا يسخن الحال ان شاء الله، عاد نمشيو عند الطيب نضربوا عنده شي سيمانه ان شاء الله. غادي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. والله الا عمرني مشيت عنده صراحه الله. ومريم راني ما خليتهاش تهضر معايا. ايوا هضر يا مريم، راحتك اختي مريم. مريم معكم كان شوفها في التعليق، وباني يا مريم بغينا نشوفوك يا مريم. كنسمع كنسمع غير اديري هادي، نزيدي بالعطريه، نزيدي بالبزار. ارا ماما، ارا شوفي.
الله يلا لا مريم الله عليها هادري تكلم داك الشيء حريه شخصيه اختي هي مسكينه ما بغاش تبان من الحق ملي تيتزوج ولد وليداتو صافي هي مسكينه بقى عازبه ديال راسها حريه شخصيه هذه ديالها ان شاء الله من القادم ان شاء الله يسهل عليها الله ودير وليداتها بغات ديك الساعه الله يسهل عليها ان شاء الله يا رب تبارك الله عليكم يا احلى ناس ويا اغلى ناس ايوا كما كتشوفوا اخوتي المشاهدين اختي مريم نتمنىكم تدخلوا لنا القناه ديالنا الطيب ويطول مرضيين الله يتعرض ويخليكم لينا ويطول ربي في عمركم وشكرا لكم حنا المتتبعين وحدين شي بعض المرات ما كيكونش شي حاجه عندكم شي حاجه ما كاينش حنا كيدكوا غير بلاصه وحده وكيسالوا ربي يخليكم لينا وشكرا لكم بزاف ونتمنى منكم تدخلوا لنا وتزورونا في القناه ان شاء الله الله يجازيكم خير اخوتي شكرا لكم بزاف الله يسهل عليكم الباب الى ما دخلوا عند كان غير جديد الجديد يا شباب الجديد طيب المرضيين الله يجازيكم بخير احباب الله يكبر بكم وشكرا لكم من الناس الغاليين ديالنا وش غنقول لكم حنا ناس بساط وكنحاولوا نقدموا لكم الحوايج البساط ديالنا الاعزاز الغاليين بحال هاد المجايبه هذا وقاسين تنهضروا معاكم تشاركوا معاكم اي حاجه تنديروها في حياتنا كنتمنى منكم تقبلوا علينا وحنا ناس يعني على قد الحال كنتمنى منكم نديروا بلاصه في قلبكم اخوت اما فيديو يطلع نهار ولا ما يطلعش يطلع هذا وهذا ما يطلعش انا ما عنديش الغرض في داكشي ديال المشاهده ان الغرض ديالي هو انني كسبت ناس كيبغوني في اليوتيوب وتيحبوني في سبيل الله وإلا ما حطيتش غير شي نهار ولا يومين تيبقاو يسولوا فيا الله يجازيكم بخير على كاع الدعم ديالكم اخوتي والله يخلي لكم ربي وليداتكم وشكرا لكاع الناس اللي باركوا لي الحماله كاع الناس اللي باركوا لي الحماله وقالوا لي مبروك عليك يا مريم الحماله والله اخوتي ما حامله ما والو عاني نوريهم الكرش يا اخوتي فين راه مقلزه هاد الكرش راه غير بالخبزه اخوتي مشاهدين والكعاد راكم عارفين المراه ملي كتولد ناديه كتعيط كما قلت لكم الحباب الغاليين الصراحه هذا الفيديو جيت نجاوب عليه الصراحه مزيان شاركت معكم مجياد بنت لوسي ونجاوبكم على هاد الاسئله بزاف الناس يقولوا لا اختي مريم ضرق علينا والله اخوتي ما حامله وان شاء الله الا كتب الله وعطاني ربي الوليدات اكيد غنشاركهم مع اخوتي المشاهدين وشكرا لكاع الناس اللي باركوا لي واخا محوله ما والو بزاف الناس كيبغيوني وتيخليوا لي تعاليق زوينه راه محوله غير في الخبز كاش خارجه غير بالخبز لا ما نكذبش عليك قلت لك شي يامات قلت لك دارت تري اسمع يا مريم خارجه لك الضحكه والقلب ياك شي يامات مريم خارجه لا مريم والله لا غير بالخبز دابا كنعيط مريم يجي بكم مريم لا مريم حد قالت دارت قالت لك الريجيم اش من الريجيم والله الا اش من الريجيم اخوتي الريجيم 20 يوم 20 يوم انا حامه راسي بالخبز والمرقه عمرها ما كانت لي في الدنيا هو قلت هاد النهار غنقص غدا غنقص وكل غير 3 ايام 4 ايام تنهود المدينه كندوز الصيدليه كنعبر راس وغرام واحد ما كنلقاش ناقص ولي جبت عليها قلت والله حتى نتعشى وناكل اللي بغيت ماني حرام راسي راه ديما واحد النهار قالت لي انا عبر راسي قلت لها عبري عبرت قالت لك راسها قالت لي ايوا كذبت عليها قلت لها نقصك منك كيلو كنت شوفوا هات علاش كذبت عليها وي يا حامد دابا انا في يوتي المشاهدين هذا هو الوزن ديالي انا شاركته معاكم 125 وي اللي فيك 75 قالها ديفو اخوتي لقيو حبكا غير ما بايناش عليه تبارك الله عليكم يا احلى ناس دابا شحال من دقيقه 8 غنزيدو شويه تبارك الله عليكم يا احلى ناس يا اغلى ناس منها وريتكم بنت لوسي الزوينه الغزاله الله يحفظها من العين الله يخليها لوالديها كل من شافها يصلي على النبي على مزوينتها هكا 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 الصبر ربي يعطيني شي بنيه اخرى وتكون بحالها كتجبدها انا راه دايالي العقل الله يحفظها لمنتها ومنها يعني رديت عليكم على الخبر ديال هاد الكرش اللي خارجه مشوهاني راني موحوله كنبان عندي 6 شهور وانا ما موحوله ما والو تبارك الله عليكم الحباب وبالعكس والله اخوتي الله يرزقني ان شاء الله ذريه صالحه ونزيد وليداتي راه ما نبقاش غير بهاد الفنين كي مازال ربي يعطيني وليداتي ويسهل الله اي حاجه من عند الله مرحبا بها ربي يرزقني بالوليدات الحمد لله ربي فرحني واللي ما عندهاش ربي فرحها بالذريه الصالحه امين يا رب والله يكبر بكم الحباب وليله سعيده وكنتمنى هاد المجايمر يعجبكم يا احلى ناس ويا اغلى ناس